بسم الله والحمد لله. الحمد لله، دعينا إلى المؤتمر الدولي السابع الذي يقام تحت إشراف وتنظيم وتوجيه المركز الإسلامي في إنجلترا، وسعدت بالمشاركة في أعمال المؤتمر مع مجموعة كريمة من العلماء والفقهاء ودعاة التقريب الذين أتوا من بلاد عديدة، منها مصر والعراق واليمن وسوريا والجمهورية الإسلامية في إيران والبحرين وبعض الدول الأخرى في المغرب العربي. سعدنا بهذه المشاركة، وخصوصا موضوع المؤتمر ومناقشة أخطار الطائفية، ذلك المرض الخبيث الذي يحتاج إلى اجتثاث من مدارس ومناهج وواقع والأمة ومن التنظير له كذلك. وكانت خطورة هذا المرض الكبير الطائفية هو أنه يشق الأمة إلى أنصاف أو أرباع، ومن أخطاره أيضا الاستقواء بالخارج ودعوة الغربيين إلى التدخل في شؤوننا. طبعا من هذا المنبر نوجه رسالة إلى إخواننا في المعتقلات وفي السجون، وخصوصا في البحرين وغيرها من البلاد، أن يثبتهم الله سبحانه وتعالى ثم يعطينا فرجا قريبا لهم لمواصلة الكفاح والنضال ضد الدكتاتوريات وضد الاستبداد والمظالم العديدة التي يتعرضون لها بشكل يكاد يكون دائما ومستمر. طبعا احنا في المؤتمر هذه السنة افتقدنا وجود الأستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ الجليل حسن مشيمع وغيرهما ممن ساهموا في مؤتمرات سابقة، سواء تلك التي ينظمها المركز الإسلامي في إنجلترا أو التي ينظمها مؤتمر منتدى الوحدة الإسلامية. نرجو ألا يطول بهم السجن والمعتقل، وأن يعودوا إلى المشاركة الفاعلة في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى. ان شاء الله بالسلامة.